وفقرة اسأل كلام في الميديا، يلا بينا. تحياتي لأسرة البرنامج، عاوز أعرف مين الأفضل للأهلي في مركز الباك اليمين؟ هل في لاعب مصري يقدر يشيل الجبهة دي مع محمد هاني؟ ولا نضطر نشتري لاعب أجنبي؟ وهل لو أجنبي على حساب جيلاردو ولا جونيور أجاييه؟ وهل فايلر ممكن يستخدم حسين الشحات كباك يمين ويشتري هاف؟ طيب يعني السؤال بكذا شق، يعني الراجل بيتكلم عن ان الافضل في مركز الباك اليمين، وان في مصر يعني لعيب يقدر يكون متواجد في المركز ده. طبعا في بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا كويسين ويقدروا ان هم يمثلوا النادي الاهلي في المركز ده، طبعا مع عدم اغفال اطلاقا قيمه محمد هاني، لكن ممكن تكون محتاج حد يدعم محمد هاني في المكان ده. ده امر فني وشق فني لمتروك لمستر فايلر، ده ما فيهاش نقاش يعني. لكن في كل الاحوال الناس بتدرس وهتشوف هتعمل ايه، لكن ما فيش اي قرار بخصوص المركز ده تحديدا. هل هو هيبقى اجنبي ولا مش اجنبي؟ ده برضو حاجه تخص لجنه التخطيط والمدير الفني للنادي الاهلي. هيبقى على حساب مين؟ مش احنا برضو اللي نقدر نرد على الجزئيه دي، احنا ممكن نقرا مع حضرتك المشهد بشكل اكبر، لكن البعض ممكن يستنتج يعني بعض الاسماء لو هو اجنبي، ومش شرط اطلاقا يكون اجنبي. هو كان بيقول لك هل ممكن حسين شحات نستفيد منه في المركز ده؟ طبعا حسين شحات نقدر نستفيد منه في المركز ده، لان هو مع المقصه كان تقريبا ابتدى اصلا كباك رايت، وعنده مقومات مميزه ولاعيب يقدر يلعب في اكتر من مركز، فاكيد هيبقى في دراسه للموقف ده بشكل كامل من قبل مستر ريني فايلر. نروح للفيديو اللي بعده، يلا. السلام عليكم، معكم أسامة شرويلا. كنت حابب أسأل كام سؤال صغير كده. السؤال الأول، بعد تأكد رحيل كابتن أحمد فتحي عن النادي الأهلي بنهاية الموسم، إيه خطة النادي الأهلي في تدعيم مركز الباك يمين؟ ده رقم واحد. السؤال الثاني، بالنسبة لمستر ريني فايلر، إيه آخر مستجدات في تجديد عقد مستر ريني فايلر مع النادي الأهلي؟ عشان سمعنا كلام كتير يعني الفترة اللي فاتت. تالت حاجة، هي من هو مش سؤال، هو تمني إن كابتن حسام عاشور إن شاء الله الموسم ده ببطولة أفريقيا يبقى خير ختام ليه معانا إن شاء الله. شكرا. أوكي، تعالوا نبتدي بأول تساؤل من خلال صديقنا العزيز، واللي بيتكلم في إن بعد رحيل أحمد فتحي إيه الخطة عند المسؤولين في النادي الأهلي. طيب خليني أقول لحضرتك التفكير ممكن يكون في أنهي اتجاه. الاتجاه الأولاني إن أنت ممكن ما تفكرش في التعاقد مع لاعب في المركز ده. هتقول لي ازاي ما احمد فتحي مشي؟ هقول لك، عندنا باسم علي لاعب النادي الاهلي المعار للجونه، لاعب في قناعه بامكانياته، قد يكون هو اللاعب المتواجد في هذا المركز مع محمد هاني، وتكتفي بالاثنين دول مع تواجد بعض اللاعبين المميزين في صفوف الفريق اللي بيجيدوا اللاعب كظهير ايمن، امثال رامي ربيعه، كريم ندفيد، اكرم توفيق لو رجع، وايضا حسين الشحات بيجيد اللعب في المركز ده. وبالمناسبة ده الاتجاه الأقرب عشان أكون صريح مع حضرتك، لكن ممكن برضو يكون في دراسة لجانب آخر، إن أنت لو في لعيب لفت نظرك في المركز ده في الدوري المصري تقدر تتعاقد معاه، ده هيبقى أمر بقى هيبقى محل دراسة عند المسؤولين. كمان مستجدات تجديد ده عقد فايلر، الأمور إيجابية جدا والرغبة متبادلة عند الطرفين أهلي وفايلر، وإن شاء الله هيكون في أخبار سعيدة لجمهور النادي الأهلي قريبا بخصوص عقد فايلر. التمني اللي هو قاله هو تمني مش بالنسبه له هو بس، ده بالنسبه لكل الجماهير النادي الاهلي، ان حسام عاشور باذن الله تعالى يختم مشواره هذا الموسم مع النادي الاهلي متوج ببطوله دوري ابطال افريقيا. ده تمني احنا كلنا نتمناه، اولا على مستوى حبنا ودعمنا وتشجيعنا للنادي الاهلي، وثانيا على حبنا كمان لحسام عاشور ان هو يختم مشواره مع النادي ببطوله كبيره زي دي كنا منتظرينها بقالنا فتره. طيب نروح للفيديو اللي بعده. الخير عليك يا امير وعلى جمهور النادي الاهلي ولاعبيه. عبد الله فرج من بسوس، وسؤالي كان عن ليه النادي الاهلي بيعتمد على الصفقات من بره وما بيعتمدش على الناشئين زي الاول، بالرغم ان اولاد النادي مش هيبصوا لحاجه غير مصلحه النادي. شكرا. طيب هو السؤال هو تقريبا يعني بيتكلم في حته قطاع الناشئين والاهلي ليه ما بيعتمدش على قطاع الناشئين وان هو بيعتمد على الصفقات من بره. اولا انت دلوقتي طبيعي انت في عصر الاحتراف بتشوف اللي هيساعدك على تحقيق احلامك وامالك ايه وبتجيبه تدعمه، في نفس الوقت انت ماشي في خط اخر متوازي. الخط الاخر ده عباره عن ايه؟ ان انت بتطلع لاعبين من قطاع الناشئين. هل ده بيحصل؟ طبعا بيحصل. لما تيجي كده تجيب امثال هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين متواجد في الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، امثال محمد هاني، عندك سعد سمير، عندك شريف اكرامي، عندك محمد الشناوي، ناس كتير جدا. في نص الملعب في بعض اللاعبين مثلا امثال حسام عاشور، عندك كمان كهربا ابن من ابناء النادي الاهلي، عندك عدد كبير جدا. فانت ماشي في طريقين، طريق ان انت تدعم صفوفك وطريق ان انت بتبص على قطاع الناشئين، ده امر طبيعي وبيحصل في النادي الاهلي بدليل تواجد عدد كبير جدا من اللاعبين، عندك ايمن اشرف، في لعيبه كتير يعني.
طيب ده كان سؤال صديقنا الأخير من خلال فقرة اسأل هاشتاج في الميديا، اسأل كلام في الميديا من خلال الهاشتاج على تويتر، ودايما بيقولوا لنا تساؤلاتكم وابعتوا الفيديوهات ونعرضها ونرد عليها زي ما حضراتكم شفتوا. هروح